وادي عامر البكت ده وزنه 150 جرام، وانا من ساعه ما خدت الخطه ما حسبتش غير على 6 بس. فين باقي الفلوس يا حرامي؟ انت مجنون ولا ايه يا عبد الله؟ انت هتوزن ورايا بالجرامات؟ بقول لك ايه، جيب لي باقي الفلوس لحسن هديك على دماغك بالعصايه اللي عندك. وريني كده وحيدك. ايه ده اللي جاب اللبس هنا؟ وين الورقه دي؟ ده لبس الشبح. انت حمو قايل لي انكم دورتوا في كل مكان ولا حصلتوا شيء؟ دورنا في كل مكان حتى المطبخ طول عمر ولا لقينا لا اثر. يا خالد يا خالد كن معقول يا خالد، معقوله يعني شبح حقيقي لبسه وتبخر منه في المطبخ؟ الغريب يا طول عمر ان احنا لقينا الرساله في وسط هذه الملابس. ده وقت الموت اللي يستاهل عشان يعيش الحياه اللي محتاجها. وشو هذا؟ عبد الله انت قبل ما تروح المطبخ وين كنت؟ انا كنت في الصاله سيادتك وبعدين خديت عامر ورحنا المطبخ عشان نطمن على البوفيه. تطمن على البوفيه ولا كنت عشان تحسبني؟ ما فرقتش. اسكت لما اتكلم انا. اسكت. يوم دخلت المطبخ من كان فيه؟ لا سيادتك كان فاضي ما فيهوش حد. ده وقت الموت اللي يستحقه علشان يعيش الحياة اللي هو محتاجها.